السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد ودرس جديد إن شاء الله. نتكلم عن الأشكال الهندسية. أنا كأم أو كمس هشرح الدرس ده إزاي أو هنطق الكلمات دي إزاي، لأن كتير جدا من المسات أو المدرسين أو الأمهات بتطق غلط. هنبدأ الأول حاجة على السريع، أنا بعد كده الفيديوهات كلها هتبقى بالمنظر ده، هتبقوا شايفيني كده سواء على القناة أو على الجروب أو على الواتس أو على الأونلاين، لأن ده منظر الأونلاين يا جماعة. بالمره لما جبنا الموضوع ده منظر الاونلاين، انا بشتغل كده بالظبط والطفل شايفه قدامي هنا في الكاميرا، تمام، بتكلمه بتفاعل معاه وبتفاعل معايا وشايف شرحي كاني في البيت بالظبط، وحضرتك جنبه في الحصه شايفه الحصه ماشيه ازاي وترجعي تعيديها عليه بنفس الطريقه. ده مهم جدا. نبدا الحصه بتاعتنا. مخروط اسمه كون، كو او حرف الاو هنا بنطقه باسمه، انا مش بس بقول كلمات، ده اللي انا بعمله في شغلي، الفونكس بطبقها على الكلمات بالظبط، الفونكس اللي بديه اللي بشتغله بطبقه على الكلمات، يعني انا شغال منهج وشغال فونكس، يعني شغال منهج القاعده اللي باخدها في الفونكس بطبقها على المنهج. باجي هنا اقول له ايه؟ الاو ساكن اي اللي هي الاي ماجيك اي اللي هي الاي السحري. هنطق الاو باسمه، الاو اسمه ايه؟ او 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 مش او مش او 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 هيبقى سو اسمه كون كون، مش كون ابدا، مش كون، اسمها كون، مخروط كون، تمام. المكعب يا جماعة اللي عليه مشاكل كبيرة جدا، كل الناس بتقولها كيوب كيوب، تمام، اسمه كوب كو يو اهي، كوب كوب هنا عشان اليو ساكن ايه برضه ماجيك ايه، هنطق اليو كوب كوب، زي كلمة توزداي ما اسمهاش تيوزداي، زي كلمة ستودنت طالب او طالب او طلاب، ستودنتس 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 اسمها ستو ستو، مش ستيو مش ستيو، يوتيوب ما اسموش يوتيوب اسمها يوتيوب يوتيوب، تمام. انا بتكلم عن الامريكان اكسنت عشان ما حدش يرجع يقول لي كيوب صح، كيوب صح في البريتش، انا مش دعوه بالبريتش، احنا بندرس بالامريكان، يبقى مكعب كوب كوب. اسطوانه اسمها سلندر سلندر، تاني سلندر، نطقت الاس هنا ليه؟ نطقت السي اس هنا ليه؟ دي فونكس بقى بنطبقها على اللي احنا بناخده. نطقت الاس سي ليه؟ عشان وراها حرف الاي، احنا قلنا الاس لما السي لما يجي وراها اي او اي او واي بنطق السي اس، غير كده بنطقها ايه؟ كي. يبقى سلندر سلندر سلينر سلندر، ممكن سلندر برضو يعني دي هنا سايلنت او سلينر، بس هنتكلم دلوقتي على الشائع، لان يعني ممكن نحطها ممكن ما نحطهاش، الحاجات اللي ينفع اقولها ما استغناش عنها ما اقدرش افوتها، بس دي ممكن تمشي سلندر وتمشي سلينر. وبلاش سيلندر بلاش سيلندر سلندر سلندر على طول. جسم كروي اسمه سفير 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 سفير، اشمعنى يا مستر قلت سفير ما قلتش سفير؟ عشان هنا اي ساكن اي اي ساكن اي ماجيك اي هيخدم نفسه، يعني ايه ماجيك اي؟ بيظهر لي الحروف باسمائها، بيظهر لي الحروف الفاولز باسمائها، هو اكتر واحد هيخدم نفسه هو حرف الاي، اي ساكن اي، يبقى سفير، والار يا جماعه سفير سفير. طب البي اتش انا هقول له طبعا الفونكس بتاعتي، هقول له بنطقها اف، اي بي اتش بنطقها اف زي كلمه اليفانت، يبقى سفير سفير مش سفير سفير سفير. دي الكلمات، خلينا نسيب المربع دلوقتي. هرم يعني بيراميد بيراميد با با بيراميد بيراميد، بالار يا جماعه ازاي؟ بيراميد بيراميد مش بيراميد 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 بيراميد. كوكب بلانيت مش بلانت، بلانيت بلانيت، تاني بلانيت بلانيت، ب ل ن ت بلانيت بلانيت. دي الكلمات اللي في الدرس. بالمره بقى بأشكال هندسيه، مربع سكوير 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 مش سكوير 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 سكوير. الايه هنا هقول له ايه ساكن ايه، نطقت الايه باسمه قلت اي اي سكوير سكوير. مثلث اسمه تريانجل 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 تريانجل، ها تريانجل تراي يا جماعه يعني ثلاثه، انجل يعني زاويه، يعني بقول لي المثلث ليه ثلاث زوايا، ثلاث ايه؟ زوايا. والتريانجل التي اتش بتعملها بتعملي تشا 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 زي تراي تراي، يحاول تراي اسمها تراي، زي كلمة ترين قطار، ترين 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 مش ترين ترين، هنا تريانجل 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 تريانجل، مقطعين تريانجل تريانجل تريانجل
تريانجل. مستطيل بقى اسمها ريكتانجل ريكتانجل ريكتانجل، تمام؟ يعني اربع زوايا، انجل يعني زاويه يبقى ليه اربع زوايا. كلمه انجل لو حولت ال مكان الجي عملتها كده انجل معناها ملاك، معناها ايه؟ ملاك. يبقى على السريع كون كون كون، كوب كوب، سلندر سلندر، سفير سفير، ريكتانجل ريكتانجل، سيركل دايره سيركل سيركل، مش سيركل سيركل، السي مع ال هنا فيها سنه او كده، سيركل سيركل. هرم بيراميد بيراميد، كوكب بلانيت 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 با با بلانيت، مربع سكوير سكوير، مثلث تريانجل تريانجل. كده الفيديو خلص. ما تنسوش لايك وشير كالعاده، الناس اللي بتتفرج في صمت وتمشي ديت شير يا جماعه، وفيد غيرك لعل وعسى ربنا يكرمكم ويكرمنا. ده بالنسبه لشكل هندسيه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.